سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر، بفقه بل بتفسير، بهادي الدين والذكر. سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. في عالم الطيبات يكسب المرء متعة بتنويع الخيارات، ففي اليوم الواحد يتنقل في المأكل والمشرب بين أنواع كثيرة. أما عالم الخبائث فرغم أضرارها تجبر الجسم على تعاطيها والإدمان عليها وكأنها قدره الأخير، وليس مع هذه المادة فرصة لخيار آخر سوى التوبة أو الهلاك. فرشفة من دخان أو مضغة تحت اللسان أو بين الجلد والأسنان أو حقنة في الوريد أو الشريان تجعل هذا الإنسان أسيرا لجيش هائل من المواد السامة وبلاء ماحق للنفس والمال. ولكن السؤال الذي لا يزال يفرض نفسه في كل مرة، ما الذي يجعل هذا الإنسان العاقل يقدم على خطوة كهذه، ولماذا يظل أسيرا لها لا يستطيع الفكاك عنها أو العودة إلى حالته قبل شربها؟ ثم ماذا فيها من نفع مؤقت أو دائم حتى يتم التفكير فيها فضلا عن شربها؟ ولماذا يصد الإنسان عن خيارات أخرى روحية أو بدنية أو عقلية لمعالجة مشكلاته حتى يقع في المضغ أو المخدرات أو الشيشة أو القات أو غيرها من الأشياء؟ أليس هذا أمرا مقلقا حقا؟ في حلقة اليوم نناقش أحكام هذه المواد من الناحية الشرعية والأسلوب الذي جاء به الإسلام حتى يكون الناس على دراية في هذا الأمر، والوصايا التي دعا إليها ديننا الحنيف لمحاصرة الخبائث ونشر ثقافة الطيبات، ثم ما هي الفوائد التي سيجنيها الإنسان والمجتمع أو الدول إذا سمحوا بانتشار مثل هذه المواد في أوساطهم، وإلى أي مدى ستنفع القوانين وحدها دون الوعي الديني والثقافي. حلقة اليوم إذن ستناقش كل هذه التساؤلات مع إجراء بعض اللقاءات أيضا مع المختصين في هذا الشأن. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. رجينا منكم أيضا أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر عبر مواقعنا المعتادة المعروفة لديكم أيضا، فأهلا بكم ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، وأحيي أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وأسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. فضيلة الشيخ، نحن نناقش اليوم موضوعا مهما يمس المجتمع ويتعلق بحياة الناس، ولا تزال هذه المشكلة موجودة في العالم بأسره ويبحث الناس فيها عن علاج، التدخين. لنبدأ بالحديث عن أحكامها الشرعية وماذا قال فيها الإسلام. هذه المصطلحات كالتدخين والشيشة والمضغ المختلفة لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، فمن أين استفاد العلماء أحكامها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن العلماء قد استنبطوا الأحكام الشرعية لتناول مثل هذه المواد من أدلة واضحة الدلالة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. إذ من القصور في الفهم وفي فقه شرع الله تبارك وتعالى الظن بأن أحكام هذا الدين وأدلته الشرعية تتناول مسمى أسماء ما يطرأ على الناس في حياتهم، لأن هذه الشريعة تنطوي على مبادئ كلية وعلى قواعد عامة تصدق على أفرادها، فهناك أدلة شرعية تتناول ما يحفظ لهذا الإنسان دينه وما يحفظ له عقله وصحته
وما يحفظ له ماله وعرضه. وهذه الأدلة الشرعية نجدها مبثوثة في كتاب الله عز وجل، فتتناول كل ما تصدق عليه مما يؤدي إلى ما نهى الله عز وجل عنه أو ما نص عليه ذلك الدليل الشرعي الإجمالي أو العام، وما يتصل بالتدخين سواء كان تدخينا لسجائر أو شيشة أو أرجيلة كما تسمى، أو كان مضغا على مختلف مسمياتها، أو كان مخدرات، فهو مشمول بأدلة شرعية لا مناص من القول بالحكم الشرعي المأخوذ منها. وهذا الحكم الشرعي الذي تفضي إليه هذه الأدلة بكل وضوح وبكل جلاء هو حرمة تناول هذه المواد، سواء كانت يعني مدخنة أو كانت ممضوغة أو كانت مأكولة مطعومة، كلها داخلة في حرمة التناول. والدليل على ذلك كما قلت من كتاب الله عز وجل نحو قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقتل الأنفس يحمل في هذه الآية الكريمة على معنيين، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تأتوا من الأفعال ما يفضي إلى إهلاك أنفسكم وإلى إتلافها. وكلا المعنيين يصدق على التدخين، فإن ضرر التدخين لا يقف عند حدود إيذاء النفس وإتلافها، بل يمتد ليؤدي إلى إضرار الآخرين. فكلا المعنيين متحقق في هذه الآية الكريمة، ولا خلاف بين الأطباء من مختلف الملل والثقافات على مضار التدخين وعلى كونه مفضيا إلى إتلاف الأنفس. فإن آخر الإحصائيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد الوفيات سنويا من جراء التدخين يبلغ 6 ملايين نفس بشرية. تذهب نتيجة للتدخين بمختلف أنواع التدخين. وما ذكروه من أنواع الآفات والعلل والأمراض التي تصيب هذا الإنسان من الأمراض الخبيثة ومن الجلطات يعد بالمئات، يعني جاوز العشرات إلى حد أن يبلغ المئات. فلا خلاف في أضرار التدخين، وأن هذه الأضرار مؤدية إلى إتلاف الحياة، إلى إزهاق الأنفس، وبالتالي فهذه المواد داخلة في هذا الحكم الشرعي. وكذا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن هذا أيضا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأن الضرر واضح وهو مفض إلى الوفاة كما تقدم. وللأسف فإن هذه النسب أيضا تتزايد في بلادنا العربية وفي بلادنا الإسلامية، وسنأتي إلى ذكر بعض الإحصائيات بمشيئة الله تعالى. طيب، وهذا الحكم أيضا مأخوذ من آيات أخرى، منها قول الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فإن الإنسان مسؤول عما أنعم الله عز وجل عليه، ومن نعم المولى على هذا الإنسان نعمة الصحة ونعمة العقل ونعمة المال، والتدخين بكل أنواعه وصنوفه يتنافى مع شكر هذه النعم، وهو تبديل بهذه النعم بما يستوجب سخط الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو أيضا مشمول بهذا الوعيد. وقد وصف الله عز وجل دعوة نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ونظرا للإجماع على كون التدخين سواء كان سجائر أو شيشة أو ما يعرف بالأرجيلة أنه من الخبائث، فلا ريب أنه داخل أيضا في هذا الحكم، أنه مما تحرمه هذه الشريعة، ومما جاءت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتحريمه لأنه من الخبائث. ثم إننا نجد أيضا أن هناك أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فيها ما يتصل بهذه المواد المذكورة،
فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل مسكر، وفي رواية من طريق أم سلمة وكل مفتر. وإن كان بعض المحدثين قد ضعف هذه الزيادة، إلا أن جملة من المحدثين ومنهم الحافظ ابن حجر قد قوى رواية أبي داود الواردة بالنهي عن كل مفتر. وحتى إذا ما نظرنا إلى العلل المذكورة في كتاب الله عز وجل لتحريم الخمر، نجد أن هذه العلل حاصلة في التدخين، في السجائر، وفي الشيشة، وفي التبغ بشتى أنواعه. فالله تعالى يقول: إنما يريد الشيطان، بعد أن ذكر حكم الخمر والميسر، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ونحن نجد أن هذه العلل تنطبق على التدخين وعلى مجالس الشيشة وعلى مجالس المضغات المختلفة وعلى مجالس القات من الأنواع التي بدأت أيضا تسري في بلداننا وفي أوساط شبابنا، فهي لذلك مشمولة بهذه الأدلة الشرعية. ومن أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتصل بنفس الدلالة القرآنية، حينما نجد أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدما ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فهذه التي يسأل عنها العبد يوم القيامة كلها، إذا ما أدخلنا فيها أنواع التدخين نجد أنها أيضا تؤكد نفس الحكم المأخوذ من الأدلة السابقة. ثم إن هناك مقاصد لهذه الشريعة قد جاءت لحفظها وصيانتها ولنفي كل ما يمكن أن يؤثر فيها. وهذه المقاصد، وهي التي يعبر عنها الأصوليون بالضرورات، أي المقاصد الضرورية، هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. والتدخين بشتى أنواعه يتعارض مع هذه الضرورات جميعا، فهو يؤدي إلى تعطيل العقول وإلى إتلاف الأنفس وإلى إتلاف الأموال وإلى التأثير على الذرية، على النسل. ولذلك فهو داخل في كل هذه الأصول التشريعية. والظن بأن مثل هذه المواد غير مشمولة بالأدلة الشرعية هو ظن قاصر لا يصدر إلا من جهلة عمي عن الأدلة الشرعية وعن طرق الاستنباط في هذا الدين الحنيف. جيد. طيب فضيلة الشيخ، هذا التأصيل ضروري جدا لقطع مادة الخلاف في هذه القضية، وإنما يبقى أن نتحدث باسم المدخنين أنفسهم أو المنتصرين لهم ببعض أيضا الأشياء التي يرونها لا ترقى إلى مسألة التحريم. يقولون: إذا كانت الأضرار هذه كلها تتكدس على المدخن، فإن أعدادا هائلة من المدخنين يدخنون طوال عمرهم ويصلون إلى أعمار متقدمة ولا يصيبهم شيء من الضرر، وإنما تلك الأضرار التي يتحدث عنها الأطباء إنما تعني أولئك الذين يسرفون، فهو حالهم كحال أيضا قائدي المركبات الذين تأتي عنهم إحصائيات كبيرة جدا بأن أعدادا هائلة منهم تتوفى. هل في هذا التأصيل الذي ذكرتموه من الناحية الشرعية، هل وضع اعتبارا لهذه التساؤلات؟ لا وزن لهذه الاعتبارات ولا قيمة لها، لا في موازين الشرع ولا في موازين العقل والمنطق السليم أو في ما تقرره الإحصائيات الصادرة من مختلف الجهات. فإن نصف الذين يدخنون يموتون بسبب التدخين، والنصف الباقي يتأثرون بأنواع من الأمراض تؤدي إلى الهلكة. فنصفهم يموت من التدخين مباشرة، والنصف الآخر من تأثيرات ناجمة عن التدخين في المقام الأول. ولهذا فإن اتقاءهم للتدخين يؤذن بمناعة طبيعية وبحصانة تسعفهم على مقاومة جملة من الأمراض والعاهات والعلل التي تصيبهم وهم مدخنون.
ولذلك فلا عبرة بأن ينظر بعض المدخنين إلى أعمارهم، أن ينظر بعضهم إلى ما هم فيه من صحة، لأن صحتهم بدون التدخين ستكون بإذن الله عز وجل أفضل، وستكون معيشتهم أحسن أن لو كانوا غير مدخنين. وبالتالي فلا أحد يسلم على أن ما يتصل أيضا بهذه المقارنة بين كون المركبات سببا أيضا لإتلاف أعداد كبيرة من الأنفس، أيضا هذا قياس لا يصدر من عاقل، لأن الأصل في هذه المركبات أنها ما صنعت إلا لأجل منافع ومصالح، ومنافعها ومصالحها ظاهرة شاهرة لا تحتاج إلى دليل أو برهان. وما يحصل من جرائها من حوادث هو في الغالب في العموم الأغلب إنما هو بسبب أخطاء غير مقصودة. أما التدخين فإن أضرار المواد والسموم المشتمل التي تشتمل عليها السجائر والمضغ وسائر ما يتناول تدخينا هي كلها آفات وعلل وسموم، وهي داخلة أيضا فيما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه، فإن من قتل من تردى من جبل فقتل نفسه فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها، كما ورد عند الإمام البخاري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وهكذا من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم بحديدته يجأ بها نفسه خالدا مخلدا فيها. فإذا هذه الاعتبارات لا وزن لها ولا قيمة لها حتى في موازين الشرع، ونحن نتحدث عن ضحايا يصل عددهم إلى 6 ملايين، ومن المتوقع أن يبلغ إلى 8 ملايين بل إلى 10 ملايين بحلول عام 2030. نسأل الله العافية. نستنطق أيضا الطب ماذا قال في هذه القضية، ومعنا على الخط الدكتور زاهر بن أحمد العنقودي استشاري أول في طب الأسرة. دكتور السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. الله يبارك فيك، مساء النور. دكتور نبدأ معك بالحديث عن الإدمان. الإدمان، تعاطي مثل هذه المواد يؤدي إلى الإدمان الذي يتوافق طردا مع الضرر أيضا الذي سينتج منه. لماذا يؤدي تعاطي التدخين أو التبغ بأنواعه المختلفة إلى الإدمان؟ طبعا أولا مشكورين على الدعوة للتركيز على هذه الظاهرة العالمية. وطبعا التبغ هو شتى أنواع استخدامه، أيا كان مستنشق أو منبوغ أو مدخن أو أي استخدام آخر تبادر به الناس الجديد. طبعا هو تجارة عالمية وفيها مبالغ طائلة تصرف فيها ومنتوج عالي فيها. طبعا هذا التبغ هو مادة مدمنة طبيا، استعمالها يؤدي إلى بعض الراحة طبعا وبعض التركيز وبعض السكينة البسيطة المؤقتة، ومن ثم يتبعها أعراض الانتحال اللي تكون على هيئة قلق، توتر، عدم تركيز، عصبية وهكذا. طبعا المدخن أو المستعمل التبغ يضطر لعلاج هذه الأعراض بالعودة مرة ثانية إلى استخدام التبغ كعلاج ذاتي لهذه الظاهرة. طبعا هنا يجي مفهوم الإدمان. الإدمان يكون فيه أول شيء الرجوع إلى هذه العادة بسبب أعراض الانسحاب، وأيضا جزء من الإدمان أنه يبدأ بجرعة بسيطة ثم يتحول إلى العلاء ثم إلى العلاء، يبدأ بحبة يمكن ينتهي إلى كرتون أو كرتونين من السجائر أو الشيشة أو المضغة أو الغليون أو هكذا من المسميات وأنواع التبغ المختلفة. طيب دكتور، ربما الذي نفخر به في بلدنا هو انخفاض نسبة التدخين بالمقارنة مع الكثير من الدول، أو بالمقارنة مع الدول العالم ربما كلها. هل نسبة التدخين في بلادنا تتجه إلى النزول أكثر أم أن هناك ما يؤشر على صعودها مع ذكر الأسباب دكتور؟ طبعا في عمان تعتبر من الدول التي انخفض فيها نسبة استعمال التبغ، لكن للأسف الآن في الفترة الأخيرة في اتجاه للزيادة. طبعا المسح العالمي الصحي عام 2000 اللي أجري في عمان، هذا مسح على المجتمع وليس المؤسسات الصحية، يبين أنه نسبة استعمال التبغ وشتى أنواعه كان 10%. المسح نفسه عام 2008 أظهر ارتفاع من إلى 14.7%
1% مع وجود نسبة تقريبا أقل من 1% من مستعمل التبغ من الأخوات. هذه الدراسة طبعا هذا بين البالغين. أيضا في دراسة طلاب الكليات والجامعات تبلغ نسبة استخدام التبغ أكثر من 17% بشتى أنواعه. ناهيك عن أيضا إيش بين طلاب مدارس تصل استخدام التبغ إلى 7% تقريبا، لكن وجد في انخفاض بين طلاب مدارس، وقد يكون هذا الانخفاض ليس ذا دلالة إحصائية، محتاج نراجع الإحصائيات نتابعها بين السنوات القادمة. لذلك في اتجاه المنذر أنه في زيادة استعمال التبغ. في تجارب في سلطنة في انخفاض بعض ولايات استخدام التبغ لبعض التدخلات مثل ولايات نزول تدخلات مشروع نزول أنماط الصحية الصحية، في انخفاض بعض الولايات بسبب تدخلات خاصة فيها. نعم. طيب دكتور، أردنا أيضا أن نسأل عن موضوع، وربما هذه النقاط التي أثرتها قبل قليل تحتاج بنفسها إلى حلقة متكاملة حتى نناقش كل هذه الأسباب، إنما يعني نندفع الآن أو الوقت يدفعنا إلى السؤال عن التدخين اللا إرادي، الأضرار التي تنتج منه بالنسبة للذين يتعرضون له. طبعا كان المفهوم العام أن المدخن فقط يضر نفسه، لكن ثبت علميا وبالدراسات المدخن يضر صاحبه، يضر أسرته، يضر ولده، يضر زوجته اللي يجلس معه. طبعا علميا ثبت بالدراسات أنه التدخين اللا إرادي وبين قوسين القسري أو ما تعرف عليه بالسلبي يؤثر على الأطفال، يزيد نسبة الإصابة بالالتهابات الأذن الوسطى، يقلل مستوى الذكاء عن الأطفال، أيضا يمكن يزيد نسبة الموت الفجائي للأطفال الرضع أو هكذا. طبعا المرأة أيضا حامل لما تدخن تضر أيضا جنينها، يصبح جنين وزنه صغير، يولد قبل أوانه، ويمكن تصيبه مضاعفات أيضا خلال فترة الولادة. ناهيك أيضا عن المخالطين في العمل وأيضا الأصدقاء اللي موجودين مع المدخن، تزداد إصابة السرطانات أيضا في أصدقاء جيران المدخنين وهكذا. طيب دكتور، نسأل الله السلامة للجميع، إنما فقط بقي معنا سؤال قصير وأرجو أن تكون الإجابة قصيرة. أيضا الشيشة أو ما تسمى بالأرجيلة منتشرة وهناك يعني تعاطي لها أصبح ملحوظا على الطرقات، هل هناك أضرار كثيرة أيضا تكتنزها هذه الشيشة أو ما تسمى بالشيشة؟ طبعا الآن نسبة استخدام الشيشة من مجموع استخدام التبغ تصل إلى 28% من مجملها، وطبعا في زيادة مضطردة بسبب الآن ارتفاع سعر السجائر وتوجه الناس إلى استخدام الشيشة. ضررها نفس ضرر السجائر، تضاف إليها أنه الشيشة المعسل اللي يوضع نستخدم مصطلحات في الرأس وهكذا، الشيشة في مواد أيضا مسرطنة زيادة. طبعا تناول الشيشة تناول يقال اجتماعي، يعني تبادل بعض المكونات الشيشة، مما يؤدي إلى انتقال أمراض مثل التهابات رئوية، التهاب الكبد الوبائي وهكذا. طيب. الأمراض بالإضافة إلى أعراض التدخين الثانية. طيب دكتور، أنت رئيس مجلس الإدارة العمانية لمكافحة التبغ، هل لاحظتم وجود نسبة من القات بدأت تتسلل إلى بلادنا؟ طبعا القات لا ينضوي من ناحية العلمية من التبغ، طبعا في نسبة في إحصائية تذكر أنه في تسجيل لحالات إدمان التبغ في السلطنة، وطبعا بدأ علاج بعض الحالات في مستشفى المسار الأمراض النفسية، ويجب الآن أيضا تنويه المجتمع على الاهتمام بعدم الانقرار إلى الدعايات، وأيضا لما الأخوة يزوروا بعض المناطق أو البلدان الموبوءة بهذه العادات عدم انقرار واستخدام هذه العادات الأخيرة على المجتمع، وأيضا هي مضرة وتؤدي إلى إدمان وفيها مضار وتؤدي إلى سرطانات الفم وهكذا. نسأل الله العافية. مشكور دكتور زاهر بن أحمد العنقودي، استشاري أول في طب الأسرة وكذلك رئيس مجلس الإدارة العمانية لمكافحة التبغ، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ، استمعنا إلى بعض المفردات أيضا التي وردت على لسان الدكتور، وأنا تعمدت أن أسأله عنها حتى نمهد للحكم الشرعي. القات، هذا الخطر الجديد الذي بدأ ينتشر أو يتوسع في الانتشار، وإن كان لا يزال الحمد لله بشكل ضيق، ولكن نحتاج إلى مناقشته قبلا من الناحية الشرعية والأضرار المتوقعة منه أيضا إذا ما تم انتشاره أكثر من هذا. ما حكم القات؟ هل يأخذ نفس الحكم الذي تحدثتم عنه في البداية أم هو يعني وضعه مختلف؟ القات يأخذ نفس الحكم الشرعي المتقدم وهو الحرمة، وذلك
نفس العلل المذكورة في الأدلة الشرعية السابقة، فهو أيضا مؤثر على الصحة. وأنا اعتمدت على أبحاث طبية قام بها أطباء من في البلدان التي يكثر فيها استخدام القات، حتى يعني نعول على أدلة أو بحوث منصفة، ووجدت أنهم أيضا ينبهون إلى خطر انتشار القات، ويذكرون أسبابا صحية، ويذكرون آثارا وأضرارا صحية على الفرد وعلى الأسرة وعلى الذرية، كما أنهم يذكرون آثارا اقتصادية على الأسرة، على الفرد وعلى الأسرة وعلى عموم المجتمع، لأن زراعة القات تستهلك موارد مائية هائلة، يعني يكاد أنها تستنزف 70% من الثروة المائية في البلدان التي تكثر فيها زراعة القات. ثم إنه يؤدي أيضا إلى أنواع من الأمراض، أنواع من الأمراض الخبيثة، أمراض أنواع من الجلطات، وإن بدأ في أول الأمر أنه يمكن أن يورث نشوة أو يمكن أن يورث شيئا من النشاط والقوة، إلا أن ذلك بحسب هؤلاء المتخصصين إما أن يكون مجرد مشاعر كاذبة، أو أن يكون آنيا، يعني يحفز في البدن بعض هذه الجوانب لكنه يعود بالضرر البالغ على الصحة وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز الهضمي وعلى الجهاز التنفسي أيضا، فأضراره لا تقل عن أضرار التدخين. ولذلك صنف حتى من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه من العقاقير الضارة جدا بجسم الإنسان، وكونه من يعني مما يضر بصحة الإنسان ومما يؤثر على نفس الاعتبارات الشرعية التي قلنا، أو نفس المقاصد الشرعية التي تقدم أن هذه الشريعة جاءت لحفظها وصيانتها، فلا ريب أن الحكم الشرعي يكون واحدا. من مشكلات القات باعتباره كما أشار الدكتور أيضا أنه من المظاهر الاجتماعية في المجتمعات التي توجد فيها وتتعاطى فيها القات، أنه يسلب الأوقات الطويلة. فالمقيل الذي هو يعني ما يقضي فيه مستخدم القات من تخزين وانتظار وأحاديث يصل إلى يعني ساعات طويلة. فالرجال في العادة يبدأون من بعد الظهر وقد لا ينتهون إلا عند منتصف الليل. وللأسف الشديد فإن هذه العادة أيضا سرت لدى النساء، ويقضين من 3 إلى 4 ساعات بحسب أيضا إحصائيات منظمة الصحة العالمية، من 3 إلى 4 ساعات هن مجتمعات على القات. وبالتالي أثر ذلك أيضا، أدى إلى ظهور مشكلات تربوية لدى الأطفال، فبدأت تنتشر لدى الأطفال، وأصبح ما نسبته 10 إلى 12% من الأطفال ممن هم دون 12 من البنين والبنات يتعاطون القات أيضا. وذلك لأن الآباء والأمهات يتعاطونه، ولأن الآباء والأمهات أيضا مشغولون عنهم، وأدى ذلك إلى تعطيل الإنتاج، وإلى تلويث البيئة، وإلى استنزاف الموارد الطبيعية، وإلى القضاء أيضا على أشجار ومزروعات مثمرة كانت عصبة الحياة الاقتصادية والإنتاج الزراعي في تلك البلدان، أدى إلى تعطيل القدرات والمواهب. أضراره حتى أن المتعاطين أنفسهم يعني يشتكون من الضرر البالغ ومن الوهن والضعف وحالات الإصابة بجملة من العلل والآفات التي تصيبهم، وما تخلصوا منها إلا يوم أن تخلصوا من آفة القات. ولذلك فلا بد أيضا من وقفة حازمة، لأنه كما تفضلتم نرى أن هذه أو تناول القات بدأ يصل أيضا إلى مجتمعاتنا بعد أن كان غير معروف، بعد أن كان منبوذا، بعد أن كان مذموما في مجتمعاتنا. وبالتالي لا بد أن تتعاون الجهات وأن تتضافر الجهود لأجل منع انتشار هذه الظاهرة ولأجل القضاء عليها. ونؤكد هنا أيضا بأن القات لا يسمح بتداوله قانونيا أبدا
في بأي نوع من التداول وإنما يتسرب عن طريق الأسواق السوداء كما يقال. طيب فضيلة الشيخ، نحن سنأتي إلى هذا، وقد ذكر الدكتور أيضا أن هذه المشكلات التدخين وغيرها والقات يمكن أن يعالج الإنسان منه، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله في نهاية الحلقة. إنما أردت أن أناقش معك جزئية أخرى سألت عنها الدكتور أيضا، هي أصبحت أيضا تشكل قلقا لكنها لا تحظى بتلك العناية الرسمية والملاحقة القانونية رغم الأضرار التي فيها، وهي ما تسمى بالشيشة أو الأرجيلة. هل الشيشة هذه على الآن التي تتعاطى في مطاعم خاصة وفي وتعطى تراخيص، أليس فيها ما يدعو أيضا إلى تحريمها؟ هل هي يعني أشد من السجائر؟ رأس الأرجيلة الواحد يعادل في مادة النيكوتين ما يزيد على 30 سيجارة. هذا من حيث يعني النيكوتين، ما من حيث تركيزه ومن حيث الأضرار المجتمعة بسبب الإضافات وبسبب طريقة التناول، فإن الأضرار الناتجة عن تدخين رأس أرجيلة واحد تصل إلى من 100 إلى 200 ضعف أضرار السيجارة. فيعني لنتصور هذا الضرر البالغ من جراء تدخين الشيشة. ولذلك فإن أمر الشيشة أو الأرجيلة أو أي اسم تأخذه في البلاد العربية والبلاد الإسلامية لا بد أيضا أن يولى العناية اللائقة. لا يصح أن توجه العناية، إن وجدت هذه العناية، إلى تدخين السجائر فقط، وتفتح المقاهي والأماكن العامة للشيشة والأرجيلة، وهي أشد ضررا، أشد فتكا بصحة هذا الإنسان. وما يظن من أنها لا تورث الإدمان هو غير صحيح. وما يظن أن تلطيفها بالماء حينما تمر على الماء أن ذلك يؤدي إلى تقليل حدتها أيضا غير صحيح، بل ذلك يزيد من ضررها، لأنه يورث رطوبة فيها تترسب في الجهاز الرئوي، في الجهاز التنفسي لهذا الإنسان. فهي يعني خبث لا كلام حوله، لا شك فيه، بل هي يعني من أشد ما يمكن أن يؤثر على صحة هذا الإنسان والأسرة والمجتمع. وأيضا يعني بلغ الحال إلى أن تنتشر هذه العادة حتى لدى الأطفال. اليوم الإحصائيات تشير إلى تنامي حالات التدخين بمختلف أنواعه في المجتمعات العربية والإسلامية. بعض البلدان العربية وصلت نسبة التدخين فيها إلى ما يقرب من 40% من السكان. بعض البلدان الخليجية وصلت إلى ما يقترب من 25%، وهذه نسبة خطيرة للغاية في الوقت الذي يعني تتناقص فيه النسبة في العالم الغربي. نجد أنها تزداد في بلداننا العربية وفي بلداننا الإسلامية. اليوم بعض البلدان الإسلامية تتصدر قائمة استخدام القات. أغلب 3 بلدان لا داعي لتسميتها هي في صدارة قائمة البلدان المستخدمة للقات، هي كلها بلاد إسلامية للأسف الشديد. وهذا شيء مؤسف. وبالتالي هذا يدعونا أيضا إلى أن نبحث في الأسباب الحقيقية، يعني ما يتصل بالوعي وما يتصل بالمستوى الصحي للناس والمستوى العلمي والثقافي، هي جوانب. لكن السبب الحقيقي يكمن في ضعف الإيمان. وبالتالي فإن المعالجة الصحيحة أيضا تكمن في التحصين الإيماني، في الوقاية، في الوقاية المستندة إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. والرهبة مما أعده، والرغبة فيما أعده لعباده التائبين المتقين المصلحين. هذا الجانب الإيماني، هذا الواعز الذي يسيطر على نفسه هذا المسلم، هو الذي ينبغي أن يصوغ له حياته، وهو الذي ينبغي أن يوجه له أفعاله ويحدد له ما يأتيه وما يذره. وإلا فإنه مهما تضافرت الجهود، حينما يهمل هذا الجانب الإيماني فإنه لن يجدي نفعا. وكم حاولت أمم وشعوب وبذلت المليارات في سبيل مكافحة التدخين وأضرار التبغي، إلا أنها لم تصل إلى النتائج المرجوة. لم تصل يعني إلى النتائج التي تتناسب أيضا مع حجم ما أنفقت. الذي نحتاج إليه هو المعالجة الإيمانية. لا بد أن تتضافر الجهود لدى الأفراد أنفسهم، وفي الأسرة، وعند المربين، وفي المدرسة، وفي وسائل الإعلام، وفي المناهج التعليمية، وفي الخطاب الإعلامي،
وفي يعني ما يطرحه الأدباء والكتاب والصحفيون لن تتضافر هذه الجهود جميعا في غرس الوازع الإيماني لدى الناس ولدى الناشئة خصوصا حتى نقيهم الوقوع في براثن هذه الآفات. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب فضيلة الشيخ، على كل حال هناك مجموعة من التساؤلات من الإخوة عن طريق الفيسبوك، ولكن بعد لقائنا الآن بالدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية. الدكتورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكم الله. دكتورة بدرية مديرة دائرة الخدمات الصحية بولاية بوشهر. دكتورة، أنتم الآن تقومون بحملة بعنوان ابتسم فأنت لست مدخنا. هذه الحملة التي تقومون بها الآن، ماذا ترون فيها مما تجاوز مرحلة التحذير إلى مرحلة المعالجة المباشرة؟ بسم الله الرحيم. يعني جميعنا يعلم أن الخدمات الصحية لا تقتصر فقط أنها تكون علاجية، لكنها أيضا وقائية. والوقائية ما تنحصر فقط في إعطاء التحصينات أو الأدوية المانعة أو المخصصة للأمراض أو عمل الفحوصات أو المسوحات من انتشار الأمراض، ولكن تتوسع أيضا إلى نشاطات لرفع الوعي الصحي عن السلوك الصحي السليم. نهدف فيه أنه إقناع الناس الأفراد والمجموعات أنهم يتبنوا سلوك صحي سليم وكذلك الاستمرار في هذا السلوك. فحملتنا هذه جاءت من منطلق اليوم العالمي لمكافحة التبغ. نهدف طبعا منها، نستهدف منها فئة اليافعين وفئة الشباب، لأن كما تحدثتم وتحدث فضيلة الشيخ أن هذه استخدام التبغ المدخن وغير المدخن للأسف الشديد ينقل بعض الشباب واليافعين إلى استخدامه. أو مثل ما ذكرت إنه الإحصاءات تقول إن الموضوع في تنامي. مثلا في المدح الوطني عام 2008 13% في عمان، يعني 13% من الذكور يتحاطون التبغ. وفي أيضا في دراسة عن استخدام التبغ بين الشباب من فئة 13 و 15 سنة في عام 2007 10% من هذه الفئة مارس التدخين، وللأسف 3% منهم استخدم الشيشة و 4% استخدموا التبغ الممضوغ. أنا بغيت أوجه انتباه الجميع أنه التبغ الممضوغ لدى فئة الطلاب في المدارس واليافعين، حتى الأطفال في المراحل الابتدائية منتشر لدينا في السلطنة. وللأسف الشديد ليس هناك حضور إعلامي شديد للتنبيه عن هذه المشكلة. هذه المادة مصنعة تباع بشكل بأشكال مختلفة بنكهات مختلفة، ربما حتى المتعاطين من الأطفال واليافعين والشباب ما يعلمون هل هي فيها تبغ، يعتبروها مادة مسلية، مادة منشطة وإلى غيرها. هذا طبعا أضغط خلف عن أنه أولياء أمورهم لا يعلمون أنهم يستخدموا هذه المادة. فإحنا في هذا الأسبوع سنقوم بالعديد من النشاطات بهدف رفع الوعي الصحي لدى هذه الفئة عن التبغ الممضوغ والتبغ غير الممضوغ. طبعا عندنا نشاطات عديدة، منها ان عندنا يوم مفتوح يستهدف معتادي جراند مول، وايضا يوم مفتوح في الكلية التقنية. الكلية التقنية فيها ما يقارب من 15,000 طالب وطالبة وكذلك الكادر التعليمي. لدينا ايضا محاضرات ومسابقات في المراكز الصحية، توزيع الكتيبات والمطويات في محطات الوقود ايضا. طيب دكتورة، لأن الوقت أصبح قصيرا بالنسبة لنا، متى تبدأ حملتكم هذه؟ احنا نبدأ من 4 يونيو وتستمر لمدة أسبوع. وطبعا احنا لسنا الوحيدين فيها، شاركنا فيها العديد من الجهات، منها حماية المستهلك، الرابطة العمانية لمكافحة التبغ. طيب. مشروع نزوة، ومعنا أيضا فرق شبابية، لأن مثل ما تعلمون إحنا الكادر الطبي في المراكز الصحية معظمنا نساء، فصعب إن إحنا نوصل صوتنا للرجال، فنتعاون مع فرق شبابية عشان يوصلوا هذه الرسالة لهم. طيب دكتورة، شكرا جزيلا لك، وهذه دعوة من البرنامج أيضا للمجتمع أن يشارك معكم في هذا الهدف النبيل حتى يكون هناك مجتمع سليم بحول الله سبحانه وتعالى. شكرا لك الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية مديرة دائرة الخدمات الصحية بولاية بوشهر، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ، هنا مجموعة من الإخوة، اليقظان السعيدي ويعني أسماء أخرى أيضا يعني تكني عن أصحابها، وكذلك أبو حمزة الفضيلي وغيرهم، كلهم يطلبون منك
أن توجه رسالة إلى الجهات المسؤولة التي تسمح بفتح مقاهي للشيشة، أو كذلك لا تضع ملاحقات صارمة على موضوع التدخين؟ وتقدم أن هذا مما لا يتناسب مع أحكام هذا الدين، أن يكون الحكم الشرعي في تناول الشيشة والدخان هو الحرمة، ومع ذلك نجد أن هناك تصاريح تأذن لضعاف النفوس بفتح مقاهي للشيشة وأماكن لتناولها، فهذا لا يصح شرعا. وعلى هذه الجهات أن تتقي الله عز وجل في أنفسها، وأن تتقي الله عز وجل في الناس وفي هذه الأمانة التي حملت إياها. فمع هذه المخاطر التي كما تقدم يعني رأينا أنها في ازدياد، ومع فشو هذه الظاهرة لدى الشباب بالصور الجديدة من المضغات المختلفة في يعني المدارس في السنية الأولى، صحيح، ومع أيضا بدء سريان تناول القات، فإن هذا لا يترك مجالا لصاحب سلطة أو قرار في أن يتهاون أو يتراخى في العلاج. ولا يظن بأن العلاج هو فقط في مسألة الإلزام بالعقوبات، وإنما في استئصال الأسباب وفي النظر فيما أدى إلى هذه الحالات. وكما تقدم فإن الجانب الإيماني الجانب الديني هو الفاعل الأظهر في حركة هذا الإنسان في هذه الحياة. وبالتالي فإن الخطاب الديني نفسه حينما نجد أن بعض المنتسبين إلى الشريعة يدفع الناس إلى الاستخفاف بأحكام شرع الله تبارك وتعالى، وهذا الاستخفاف يظهر في تهوين أمر إتيان هذه المحرمات من نحو طرح أسئلة هل يمكن أن يؤاخذ الله عز وجل مسلما حسن الأخلاق لأنه مات وهو مدخن؟ هذا استخفاف بشرع الله عز وجل. فإذا كان الحكم الشرعي لهذه العادة هو الحرمة، فهذا يعني أن الفاعل لذلك المصر عليه الذي لم يتب إلى الله تبارك وتعالى فأنه أتى محرما، أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وكذا الحال بالنسبة لهذه المواعظ التي تعزل الإيمان عن واقع حياة الناس، فتصور الإيمان مجرد نظريات لا علاقة لها بحركة الحياة، لا علاقة لها بأفعال الناس وأقوالهم بأخلاقهم وسلوكهم. كيف يمكن أن يحدث هذا النوع من الخطاب أثرا في القلوب والنفوس؟ كيف يمكن أن يغرس تقوى وخشية من الله تبارك وتعالى؟ كيف يمكن أن يحقق حصانة ذاتية لدى هذا الشاب المسلم في أنه يفترض أن يكون مطيعا لأمر الله عز وجل؟ نحن اليوم نستحي، أنا رأيت انتشار مقاهي الشيشة في بلاد الغرب، وسألت أحدهم ممن لا ينتسب إلى هذا الدين، أقول له رأيت هذه المقاهي الآن بدأت تنتشر، قال أتى بها العرب. هذا الشاب العربي اليوم يقدم إلى المجتمعات الأخرى التائهة التي يعيشون في ظلمات وضلال، يقدم لهم الشيشة والدخان. هل هذه هي ثقافته التي ينشرها؟ هل هذه هي الحضارة التي يؤمر أن يبسطها في هذه الأرض؟ هل هذا هو النور الذي أكرمه الله عز وجل وحمله إياه؟ ولذلك فإن على الشباب أن يتقوا الله عز وجل، وعلى المسؤولين وأصحاب القرار أن يراعوا الله عز وجل في هذه الأمانة والمسؤولية التي حملوا إياها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، هذا الكلام غاية في الدقة، أرجو أن ينتشر بشكل واسع للناس عبر شبكات التواصل حتى يكون هناك وعي متكامل بخطورة هذه المواضيع وأهمية أن يتضافر المجتمع كله من أجل علاجها. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم أعزائنا الكرام، ونشكر إياكم فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر الدكاترة الذين تواصلوا معنا وبينوا جملة من المعلومات المهمة حول خطورة التدخين والتبغ. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.